هذه الصور التي سنشاهدها أدناه ليست مرعبة فقط، بل إن أحداً لم يجد لها أي تفسير معقول حتى اليوم، ولهذا السبب سنعرف الآن كل التفاصيل الخفية وراءها. نتمنى أن تتركوا لنا آراءكم عنها في التعليقات. تعتبر الكهوف من الأماكن الطبيعية الرائعة، إلا أنها ترتبط ببعض المخاوف الحقيقية، وذلك بسبب عمقها وضيق مساحتها والظلام ودرجة الحرارة المنخفضة، ناهيك عن أنها معزولة عن العالم الخارجي. إذا حدث لك شيء سيء داخل كهف، فقد تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يصل فريق الإنقاذ. هذه المرة قام مستكشفان بزيارة كهف ديفلز الموجود في أوهايو. لقد كانا محظوظين جداً بما يكفي للفرار من شيء ما قبل أن يضطرا لطلب المساعدة، ولكن ما هو هذا الشيء الذي أفلتا منه؟ لا يزال الأمر لغزاً لحد الآن. الصور التي نشرها هذان المستكشفان على صفحة جينيفر جودسون بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جعلت الكثير من الأشخاص يعيدون التفكير في هذه الخطوة مرتين. في الصورة يمكنك رؤية شخصين يحاولان الخروج من الكهف عن طريق تسلق الصخور، وخلف المرآة يمكننا رؤية ما يبدو وكأنه كيان شبحي ذو عينين كبيرتين وينظر مباشرة إلى الكاميرا. رأس هذا الشيء أبيض وملامحه شبيهة بالهيكل العظمي، وخلف هذا الشيء تشكلت صورة غريبة كأنها مصنوعة من الدخان. يعتقد بعض المشاهدين أن بإمكانهم رؤية وجوه أخرى في هذه الصورة الدخانية، بينما يؤكد الشخص الذي نشر هذه الصورة أنه لم يخطئ الصورة لأي تعديل بالفوتوشوب. حسناً، لقد تم التشكيك في صحة هذه الصورة، حيث اعتقد البعض أن لهذا الكائن شكلاً بشرياً، خاصة وأن الشخص يبدو وكأنه يملك شعراً قصيراً ذاكراً، وتلك العيون الغريبة ما هي إلا عطل أو تشويه في الكاميرا. وهناك من قال أيضاً أن الكيان ليس سوى مستكشف ثالث. من المفترض أن تكون الرحلة إلى الشاطئ مريحة، ولكن لسوء حظ هذين الزوجين الفلبينيين فقد وجدا نفسيهما أمام موقف مرعب على جزيرة لامينوس. ونشرت جيفري بيبي صورة بحث عن تحليل منطقي لما رأوه. نرى في هذه الصورة امرأة وفي الخلفية جزيرة من الأشجار، وفوق الجزيرة مباشرة يمكنك رؤية شخصية تطفو. يبدو شكلها غريبا جدا، فهي تبدو وكأنها امرأة ذات حدبة وشعرها طويل داكن وبدون أقدام وكأنها تطفو في الهواء. اعتاد الفلبينيون على رؤية هذا النوع من الكيانات النسائية، وبالضبط مشاهدة امرأة مرتدية ملابس باللون الأبيض. يفترض أن ظهور المرأة التي عادة ما ترتدي الأبيض مرتبط بمعاناتها الكبيرة خلال حياتها كفقدان شريك أو طفل. يقال أن الشبح يجول دائما في المنطقة التي حصلت فيها المأساة، ويخيف كل من يجرؤ على القدوم إلى ذلك المكان. على الرغم من أن المرأة في الصورة لا تبدو وكأنها ترتدي شيئا باللون الأبيض، إلا أن وضعها يدل على ذلك، فهي تطفو فوق منطقة غير محددة وتبدو حزينة جدا. لا شك أن معظم المستشفيات شهدت الكثير من الوفيات، وربما ليس من الغريب أن يبلغ الموظفون والمرضى عن رؤية أشياء غريبة. شارك مستخدم منصة ريديت يدعى 360 Fix Intelligent صورة مخيفة تبدو وكأنها التقطت في جناح مستشفى مهجور. في البداية نرى غرفة عادية داخل المستشفى، ولكن إذا أمعنت النظر في مركز الصورة سترى شيئا خارقا. فتاة صغيرة يميل وجهها للأسفل، ولكن نظرتها ثابتة على الكاميرا. بدون شك لدى الفتاة مظهر شبحي، ومع ذلك يعتقد العديد من المشاهدين أن هذه الغرفة غير مهجورة، فقد أشار بعض مستخدمي المنصة إلى وجود كيس للقمامة في سلة المهملات وبطانيات أيضا، ولكن معلقين آخرين أشارا إلى أن بعض الغرف غير المأهولة في المستشفى يتم تنظيفها وإعادة تنظيمها في بعض الأحيان تحسبا لاستخدامها مرة أخرى في المستقبل. وهذا يعني أنه في الوقت الذي تم تصنيف هذه الصورة على أنها خارقة، ربما كانت هذه الفتاة تتجول بالصدفة في هذا الجانب من المستشفى. يعبر الفن باستمرار عن شيء شخصي،
ولكن في بعض الأحيان قد يتفق الأشخاص على أن قطعة واحدة يمكن أن تشارك بالقلق. كانت هذه الحالة إحدى الأعمال الفنية التي شارك صورتها مستخدم ريديت يدعى يوتسي 240. هذه المرة كان الإحساس المتولد لدى آلاف الأشخاص مزعجاً جداً، على الرغم من أن هذه الرؤية لا تتعلق بأي شيء خارق، فهذا لا يعني أنها ليست مخيفة. في الواقع ليس من الضروري تكبير الصورة أو إلقاء نظرة ثانية عليها، لأن الرعب سيصيبك على الفور. في الجزء الأيسر من الصورة قام المراجع بعمل نسخة طبق الأصل من أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، ويبدو أن الشكل يخرج من الجدار، وذلك لأننا لا نرى سوى ساق واحدة ونصف جسد وذراعا واحدة. معظم التعليقات أشارت إلى أن الصورة كانت مخيفة جدا، ولكن هذا المشهد تحول إلى شيء مرعب، حيث يمكنك رؤية طفل على الجانب الأيمن وهو يتحرك بسرعة كبيرة. بالإضافة إلى هذا، في ذلك اليوم لم يكن هناك أطفال آخرون في ذلك المكان عند التقاط الصورة، وربما حدث شيء ما في ذلك المكان جعل الطفل يظهر في تلك اللحظة. تمت مشاركة هذه الصورة من قبل مجموعة أنومالوس أند بارانورمال، والتي تم التقاطها في سيبيريا على وجه التحديد في بحيرة بيرجياكيا في منتصف سنة 2000. في الصورة نرى رجلاً يخرج من الماء، وخلفه مباشرة نرى رجلاً عجوزاً. كما تنبثق هذه الصورة من الماء وتحيط بها غيمة ظلامية. يؤكد الشخص الذي التقط الصورة أنه في ذلك اليوم لم يكن هناك ضباب، وأن السماء كانت صافية تماماً، ولذلك لا يمكن تفسير صورة هذا الشخص الغامض بأي نظرية. يعتقد البعض أن هذا الشكل الشبحي كان في الواقع مجرد خدعة تصويرية، أو ربما حالة عرض مزدوجة. والغريب في الأمر هو أن هذا الكيان يبدو وكأنه يحدث موجة عند خروجه من الماء. علاوة على ذلك، هذه الصورة ليست هي الشيء الوحيد الغريب الذي تم التقاطه في هذا المكان. وكما هو معروف، فبحيرة بايكال هي أبرد مسطح مائي على وجه الأرض، ويقدر عمرها ب25,000 سنة، ويبلغ عمقها 1700 متر. قدست الحضارات القديمة هذه البحيرة لخصائصها التي لا غنى عنها، ولهذا السبب كانت البحيرة لعقود عديدة مركزاً للعديد من الأساطير. يقال على سبيل المثال أن مخلوقاً ضخماً وخطيراً يعيش في قاع البحر، ويشار إلى هذا الكائن في بعض الكتب باسم تنين النار. من بين الأماكن التي يمكن أن نرى فيها العديد من الكائنات الشبحية هي السجون، ويرجع ذلك أساساً إلى تاريخها الطويل من عمليات الإعدام التي تتم داخلها. على سبيل المثال، في سجن ملبورن الواقع في أستراليا تم إعدام أكثر من 100 سجين خلال 80 عاماً، أشهرهم رجل يدعى نيد كيلي، اشتهر بجرائم قطع الطرق. أصبح هذا المكان حالياً عبارة عن متحف يزوره السياح من كل مكان. من بين هؤلاء الزوار رجل يدعى تيم لافان، وتمكن تيم من التقاط صورة فريدة للسجن تظهر الطوابق والزنازين الموجودة على جوانب الممرات الطويلة، ولكن هذه الصورة صدمت كل من شاهدها. على يمين الصورة يمكنك رؤية رأس يطل من إحدى الزنازين مباشرة خلف إحدى الزائرات. أكد الرجل الذي التقط الصورة أنه عندما دخل تلك الزنزانة بالذات شعر ببرودة شديدة، وكما نعلم فهذه علامة واضحة جدا على وجود نشاط خارق. حدث كل هذا بجوار الزنزانة 17، التي يعتقد أنها من أكثر الزنازين الشاهدة على النشاطات الخارقة. وصرح العديد من العمال والزوار أنهم أحسوا بأشياء في ذلك المكان. على سبيل المثال، قال أحد العمال أنه شعر بالمرض وبضيق شديد داخل هذه الزنزانة. كما ذكر أنه ذات يوم دخل كلب إلى الزنزانة واضطروا إلى إخراجه على الفور، لأنه بدأ ينبح ويتصرف بشراسة غريبة. وادعى صحفي أيضاً أنه تم سحبه بواسطة قوة شديدة غير مرئية. تعتبر المنازل المهجورة نقطة جذب للمتطفلين والمراهقين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بجرعة من الأدرينالين، وبالنسبة لآخرين فهي مكان رائع لالتقاط الصور.
شارك مصور معروف باسم RM هذه الصورة التي يمكننا من خلالها رؤية هذا المنزل من مسافة بعيدة. يبدو هذا المنزل متهالكاً وذا نوافذ مكسورة، ولكن عند إلقاء نظرة فاحصة على نافذة الطابق السفلي يمكننا رؤية فتاة تطل خلف الستائر. يقول البعض أنهم يرون وجوهاً في النافذة الثانية، وبعد أن أدرك المصور هذه الانطباعات قرر العودة إلى المكان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه رؤية أشخاص أو كيانات شبحية. وبعد معاينة المكان باستخدام منظاره استخلص أن الوجه ما هو إلا ستارة متهالكة، وأن الوجوه في نافذة الطابق الثاني هي انعكاس للأشجار. ومع ذلك هناك من لا يؤمن بهذه النظرية ويؤكد أن ما يظهر في هذه الصورة هو شبح في صورة فتاة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضاً متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟